ومكملين معاكم لعالم السوشيال ميديا. اليوم اخترنا لكم بعض التغريدات المميزة. معنا لي اليوم أول تغريدة هي من حساب إياد الحمود، اتكلم عن موضوع جدا مهم وكتب فيها عن مدينة في كوريا الجنوبية تم بناءها لاختبار السيارات ذاتية القيادة. حنشوف التغريدة مع بعض. طبعا كوريا الجنوبية قامت ببناء مدينة كاملة من أجل اختبار السيارات ذاتية القيادة. المدينة فيها شوارع وأشجار وإشارات وأيضا مطبات، بل وأشخاص افتراضيين يعبرون الشارع، وذلك للتأكد من فعالية ومقدرة هذه السيارات لقيادة نفسها دون حوادث. المدينة أطلقوا عليها اسم كي سيتي. جميل جدا أنهم بدأوا يفكروا كيف يختبروا هذه السيارات ذاتية القيادة بنفس المكان اللي راح يكون كأنها مدينة مو كاملة، مدينة فيها ناس، مدينة طبيعية جدا. فهم جسدوا هذه المدينة عشان بس يختبروا السيارات ذاتية القيادة ومدى قدرتها أيضا على الاستيعاب والتحمل بنفس الوقت، لأنه بالنهاية تعتبر السيارات ذاتية القيادة خطرة جدا في الشوارع إلا إذا كانت مصممة تصميم جدا ممتاز يتحمل أي شيء طارئ مثل ما أنتم شايفين ممكن يصير بالشارع. وأيضا معنا تغريدة ثانية مميزة اليوم من حساب الأستاذة والزميلة أمينة العبدالله. كتبت تغريدة مثيرة جدا للاهتمام. هذه التغريدة كانت تتكلم عن المثل اللي يقول ما يعيب الرجل إلا جيبه. وشفنا في الفترة الأخيرة انتشرت صور ومقاطع فيديو كثيرة تتكلم عن نفس هذا الموضوع، ولكن نشوف أمينة العبدالله إيش قالت عنه. لا يعيب الرجل إلا جيبه، جملة في غاية التفاهة. الذي يعيب الرجل قلة التربية، قلة دينه، وقلة عقله، وقلة رجولته. المال لن يجعل منك رجلا. الله عليك يا أمينة، دائما صراحة تطربينا بحكمك ومقولاتك أيضا اللي تجي دائما على الجرح. أتمنى أنه الجميع يستوعب هذه التغريدة ولا أيضا